الشباب. ملعب ماراكانا يستضيف أحداث هذه الأمسية الكبيرة بين البرازيل بدون نيمار بدون فينيسيوس جونيور، تجد نفسها أمام أبطال العالم المنتخب الأرجنتيني اللي بعد التتويج في الكأس العالمية لعب 14 مباراة بدون هزيمة. مسيرة توقفت في الجولة الماضية في التصفيات عندما سقط زملاء ليونيل ميسي في مباراتهم ضد أوروغواي 0-2. حال البرازيليين ليس أفضل من الأرجنتين، لأن البرازيل خسرت في آخر مباراتين في التصفيات على التوالي. لم يسبق للمنتخب البرازيلي أن خسر 3 مباريات على التوالي في تصفيات كأس العالم. لم يسبق للمنتخب البرازيلي أيضا أن خسر على أرضه في تاريخ مشاركاته في تصفيات كأس العالم. الكرة على جهة اليمين، كل تلك الأرقام والمعطيات مهمة، لكن الأهم دائما ما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب. تحدي استمر لسنوات طويلة عبر أجيال عديدة عبر أسماء كبيرة على مدار تاريخ مواجهة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني. رودريجو، لمسة لمارتيني لمار، مارتيني لمار، بينية حلوة خطيرة، جيسوس كرة لكن التغطية لازالت البرازيلي. وبعدها دفاع، المحاولة لمصاعة سيريساو في هذه الأثناء، المنتخب البرازيلي يهاجم، الكرة خرجت وبعد ذلك تحولت إلى ضربة مرمى للحارس مارتينيز. ديبو مارتينيز أفضل حارس في العالم بعد التتويج في هذه الجائزة بعد كأس عالم رائعة جدا للحارس المتألق في منتخب الأرجنتين وأيضا مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي. الكرة للمنتخب الأرجنتيني، بداية صعبة في هذه المباراة، بداية مشحونة في هذه المباراة. البرازيل حاولت أن تصل مبكرا إلى المرمى الأرجنتيني، الكرة تصل إلى أوتاميندي، بناء هتمة لمنتخب الأرجنتين، تانجو في هذه الأثناء والبحث عن بناء الفرصة أو بناء الهتمة. التغطية والتدخل، اليوم كان في بعض التغيير على تشكيلة المنتخب الأرجنتيني مقارنة بالعديد من مباريات هذه التصفيات. يبدأ المدرب ليونيل سكالوني بلوسيلسو في وسط الميدان مع دي باول، إنزو فرنانديز، ماكاليستر. سيكون ميسي حرا طليقا، مهاجم ثاني تحت المهاجم الراس الحربة التقليدي جوليان ألفاريز في قائمة المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة. البرازيل تلعب بمارتينيلي ليعوض غياب فينيسيوس جونيور، لمسة وتمريرة، كرة فيها خطأ، خطأ احتسب الحكم لمصاعة المنتخب الأرجنتيني. أجواء صعبة جدا في هذه الأثناء، ليلة لن تكون سهلة، طويلة.